أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بتشكيل الحكومة الجديدة. نص القرار الرئاسي على تشكيل حكومة برئاسة معين عبد الملك، قضى بمنح الحقائب الوزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، مضيفا أن تشكيل الحكومة جاء بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. نص القرار الرئاسي على منح المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها وزارة الدفاع ويقودها الفريق الركن محمد المقدشي، كان يشغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة منذ بدء الحرب. حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 للمجلس الانتقالي الجنوبي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: فرص نجاح الحكومة الشرعية وإمكانية عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأسباب عدم تنفيذ الملحق الأمني والعسكري من الاتفاق. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة. بعد مخاض عسير أعلنت الحكومة الشرعية برئاسة معين عبد الملك، فيما لا يزال الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض متعثراً لم ينفذ بعد. اجتزاء في تنفيذ اتفاق الرياض جراء إهمال تنفيذ الملحق المتعلق بالشق الأمني والعسكري، وهو ما عده مراقبون مؤشراً على خطورة المرحلة المقبلة بالنسبة للحكومة الشرعية التي لا يعرف ما إذا كانت تستطيع العودة إلى عدن أو لا. الإعلان الجديد للحكومة حمل معه انتصار للمجلس الانتقالي وفق مراقبين، بعد أن تمكن من الحصول على 5 حقائب وزارية، وهو الذي خاض تمرداً مسلحاً ضد السلطة الشرعية وأخرجها من العاصمة المؤقتة عدن. الانتصار الآخر في إعلان الحكومة كان للسفير السعودي محمد آل جابر، الذي تمكن من فرض رؤيته على الرئيس هادي ومن خلال تمرير تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وإهمال تنفيذ الجانب العسكري والأمني. بعد 6 سنوات من الحرب تستمر السعودية في فرض سلطتها على الحكومة الشرعية غير آبهة بالمخاطر التي نتجت عن ذلك، وتمثلت في فقدان الحكومة الشرعية لسلطتها على عدن وسقطرى والمهرة. على الجانب الآخر لا يزال سقف الآمال يبدو مرتفعا لدى رئيس الحكومة، الذي يرى أن الإعلان عن الحكومة سيعيد ترتيب وضع الدولة والحكومة والتحالف أمام المهام الحقيقية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. أبدأ النقاش مع ضيفي من اسطنبول عبر الهاتف رئيس مركز أبعاد الدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. أهلا بك أستاذ عبد السلام. مرحبا بكم وبكل المشاهدين الكرام. بداية تعليقك حول إعلان تشكيل الحكومة، ما هي فرص نجاح هذه الحكومة، وهل تم طوي ملف الأزمة ما بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي؟ أولا من الصعب تحديد مدى نجاح هذا القرار من عدمه إلا بعد أن نرى خطوات الموسى على الأرض. وقبل الحديث عن استراتيجية التشكيل للحكومة بالنسبة للتحالف العربي، ليس بالنسبة لليمن، أنا سأتحدث عن عدة جوانب تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والدبلوماسي. إذا تحققت واحدة أو أكثر من هذه في هذه الجوانب، باعتقادي أننا في الطريق السليم. بالنسبة للجانب الاقتصادي، أولا استعادة وضع الاقتصاد الوطني، وأيضا السيطرة على العملة الوطنية، وإعطاء حلول دائمة وليست حلول مؤقتة يتم التلاعب فيها وفق الأهواء السياسية والرياح السياسية أو ما يريده التحالف وما لا يريده. الجانب الأمني، فرض سلطة الدولة واستعادتها من الميليشيات على الأرض والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. جانب العسكري، الاستعداد للمعركة مع الحوثيين بشكل أكثر لاستعادة الدولة من الانقلاب، وقبل ذلك استعادة الدولة من الانقلاب المجزأ الآخر في سقطرى وفي عدن وفي مناطق المحافظات الجنوبية. في الجانب السياسي، هو أن تعود الحكومة إلى عدن لفرض سلطتها. ما لم تعود إلى عدن ليس لها أي مشروعية سياسية على الأرض إطلاقا. بالنسبة للجانب الدبلوماسي، إذا لم تشهد الحكومة تغييرات دبلوماسية تبعد السفراء العاجزين عن العمل في الخارج
بل والذين أصبحوا عبء ويعملون لصالح مشاريع أخرى تشمل تفتيت اليمن ما لم يكن كذلك لا أعتقد أن يكون هناك نجاح ملموس لهذه الحكومة. دون هذه التحركات نستطيع أن نقول عنها أنه قرار اتخذ لصالح جهة لا علاقة لها لا علاقة لليمن بها إطلاقا ولا لمصالح اليمنيين. طيب أنت أشرت صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الخطوات المطلوبة حتى نقول أن هذا الاتفاق نجح وأن هذه الحكومة أمام مرحلة جديدة ربما. هناك إحدى المؤشرات هو تراجع في سعر العملة المحلية دون أن يتم أي اتخاذ أي إجراءات، فقط إعلان الحكومة، ما التفسير لذلك؟ هذه دائما في الاقتصاد وفي نظام البورصات هو طبيعي إحساس التاجر بالأمان، إحساس الاقتصاد، وهي تعتبر وجيزة وليس لها تأثير إطلاقا على المدى الاستراتيجي. يعني على المدى البسيط ممكن إذا لم تعود الحكومة خلال أسبوع ستعود العملة إلى التدهور أكثر خلال الفترة القادمة. أيضا البعض قد يحيلها إلى نظرية المؤامرة أن التحالف يلعب بالعملة اليمنية ويتحكم بها للضغط على الحكومة للضغط على الرئيس في تشكيل الحكومة. سنستبعد هذا الأمر لمدة أسبوعين على الأقل. طيب نشرك معنا بالنقاش عبد السلام الدكتور فيصل الحذيفي استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده ينضم الينا عبر الهاتف من تعز. اهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك وبالضيف الكريم وبالجمهور الكرام. رغم اعلان تشكيل الحكومه الجديده والقائمه الوزراء الا هناك بعض المصادر تتحدث عن اهمال للشق العسكري والامني من الاتفاق الرياض، هل فعلا تم اهمال الشق العسكري والامني لصالح الشق السياسي وتم تجاوز هذا الشق وأهمية أن تحصل الانسحابات؟ أولا حتى الآن لا يوجد على الأرض ما يبرهن أن هناك تنفيذ للشق العسكري والأمني. وما تم هو أنا ذكرته قبل تشكيل الحكومة قبل أسبوعين، لأن هناك انسحابات شكلية جزئية لإيصال الحكومة أو إيصال الرئيس عبد الرب منصور السلطة الشرعية إلى تشكيل هذه الحكومة. الهدف كان تشكيل الحكومة وليس تنفيذ الشق العسكري والأمني، ولكن عندما تمنعت السلطة الشرعية من تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني اضطرت السعودية والإمارات على إحداث بعض التحركات الميدانية لإيهام السلطة الشرعية بأنه تم تنفيذ من هذا القبيل. لا يوجد تنفيذ الآن، عدن تحت من يعني هل تستطيع السلطة الشرعية أن تعود إليها وتمارس مهامها؟ هل تستطيع أن تحرك الجنود والقوات على الأرض؟ هل تستطيع هل يستطيع أي سلطة أي وزير أن يتحرك دون أن يخضع لأذى أو مواطن في عدن لأي أذى من الانتقالي؟ يعني هو لم هو بالتأكيد لم ينفذ أي شيء من الشق العسكري على كما هو منصوص عليه في اتفاق الرياض، والهدف من كما قلت الرياض هو استباق وصول بايدن الى البيت الابيض لتشكيل الحكومه حتى يظل الملف اليمني تحت سيطرتها من خلال الحكومه المواليه لها 100% بدون ان يوجد هناك مزعجين مثل الجبواني والميسري والجباري وبعض الشخصيات التي كانت ترفض او تناقش بصوت عالي وهي لا ترتاح لمثل هذه الاصوات الوطنيه التي تبحث عن استقلال القرار. اليوم القرار السيادي لم يعد تم مصادرته من خلال هذه الحكومه باعتبارها حكومه تمثل الرياض والامارات والسعوديه والامارات ولا تمثل اليمنيين. فاذا كانت ستمثل اليمنيين عليها ان تبرهن في قادم الايام كيف لها ان تمثلهم في يعني رفع الحصار في السيطره على المراكز على الاجهزه السياديه على القرار السيادي على اعاده ترتيب الداخليه والدفاع على تحريك الجبهات. يعني امامها كثير من المتطلبات التي بالتاكيد ستعجز على اصغر المتطلبات ناهيك عن اكبر المتطلبات. طيب نشرك ايضا معنا بالنقاش من العاصمه المؤقته عدن الصحفي صلاح السقلدي. اهلا بك استاذ صلاح. نعم مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين جميعا. استاذ صلاح كيف استقبل انصار المجلس الانتقالي الجنوبي قرار تشكيل الحكومه ومشاركه المجلس الانتقالي في الحكومه الشرعيه؟ نعم بشكل عام يعني تم استقبال هذا الحدث بنوع من التفاؤل ولكنه مشهور بالحذر والتوجس. يعني مما قد يحدث اعلان الحكومه لا اعتقد بانه قد وصلنا الى نهايه المطاف او انه سيضع حدا فاصلا للاوضاع العسكريه والاوضاع الخدميه اللي تدهورها بقدر ما هو مثل
النقطة إجت واحدة فقط، هو أنه تم قتل القوات التي كانت مشتبكة في أبيان، وهذا بحد ذاته يعتبر مقتل للجميع وليس فقط مقتل للجنوبيين ولا مقتل فقط للمجلس الانتقالي. طيب لماذا تم استقبال هذا الإعلان بشيء من الحذر إذا ما زالت الأمور في الميدان تحت سيطرة المجلس الانتقالي؟ يعني عدن ما زالت تحت سيطرته وأيضا لم تحصل انسحابات بشكل كامل، لماذا الحذر والتخوف؟ الحذر بأن قد ربما يتم فهم هذا التوافق السياسي بأنه ابتلاع القضية الجنوبية، ومن خلاله قد يتم استهداف القضية الجنوبية و استحواذ كثير من ما حقق للمجلس الانتقالي وما حقق الحراك الجنوبي الثوره الجنوبيه بشكل عام، على اقل تقدير ما حقق له من الجانب السياسي، فانه قد يقوي على هذا الشراكه السياسيه نوع من الاستحواذ على القضيه وابتلاعها، او على اقل تقدير نفخها سياسيا. لكن في ذات الوقت هناك تفاعل بان هذا الحركه الجنوبيه الذي منجز سياسي لا باس فيه، فالمجلس الانتقالي للقضية الجنوبية خرجت من شرنقة المحلية ومن ما كان طالعة من تهم الميليشيات الانقلابية، فالمجلس الانتقالي اليوم وهو يقود القضية الجنوبية أصبح عنصر فاعل سواء في الداخل أو على المستوى الأقليمي، من تم اعترافه باعترافا سياسيا، وبالتالي لا يمكن على لكن هذه التسوية هي متبادلة بين الطرفين. صحيح أنه تم اليوم شرعنة قوات المجلس الانتقالي بمشاركة في هذه الحكومة، لكن كيف سيبرر قيادات المجلس الانتقالي أنصارهم مشاركة وزراء منهم في الحكومة وتأديتهم لليمين الدستورية تحت علم الجمهورية اليمنية ودستور الجمهورية اليمنية وأمام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي؟ كل انتصار لا يمكن له نحن بريدة الساعة، فهذا سيكون مثل ما تفضلت انه قد ربما يفهم المجلس الانتقالي ام بوا تحت هذه الشرعية، وبالتالي بقي جزء من هذه السلطة من حكم من هي متعلقة، لكن في تقديري ان هذا ليس الا نوع من تفتح المجلس الانتقالي تفتح القضيه الجنوبيه مقابل ان القضيه الجنوبيه تخرج الى رحابات فضاء واسع، وتكون هناك وتكون هي موجوده في قادم الايام فوق الطاوله اي تسويه سياسيه بعد هذا، او حتى منذ تم التوقيع على الاتفاق وليس فقط منذ يعني حكومه اليوم، فاصبحت القضيه الجنوبيه صعبه على امام اي قوى محليه ان تتجاوز عن خطها في اي سياسية قادمة. هذا هو الإنجاز الذي حصلنا نتحدث عنه فقط عن القضية الجنوبية. طيب تبقى معي أستاذ صلاح، أعود للأستاذ عبد السلام محمد. تبقى معي أستاذ صلاح وأعود للأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام محمد، هل هذه الحكومة تمثل اليمنيين أم هي حكومة مصادرة القرار؟ مرحبا. لا نستطيع أن نقول أنها تمثل اليمنيين ولا نستطيع أن نقول أنها مصادرة القرار. نحن في هذه الحكومة واضح جدا أن التقت المصالح مصلحة المملكة العربية السعودية مع المصلحة اليمنية، وإلا كان من الصعب جدا التفكير بقبول الانتقالي المشاركة ولو حتى صوريا. لذلك لا نستطيع أن نحدد النتيجة بالضبط إلا بعد أن نلمس الواقع كيف سيكون. فإذا تحققت مصلحة اليمنيين نستطيع أن نقول أنها مصلحة مشتركة، لأن المصلحة السعودية واضحة جدا في تشكيل الحكومة، وهي تتعلق بإنهاء المشكلة الداخلية في الشرعية والتحالف قبيل وصول بايدن وتسلمه للملف الأمريكي، خاصة وأن هناك استراتيجية أمريكية جديدة أعلنت قبل يومين تتعلق بدول الصراع وحلها سياسيا، أي بفرض هذه الحلول السياسية على الدول التي تعاني من الصراعات. والسعودية تريد أن تسبق ذلك، خاصة هناك ملفات مفتوحة لها من قبل بايدن. هنا مصلحة سعودية واضحة، لكن هل تكون مصلحة يمنية؟ نستطيع أن نكون شركة مع السعودية إذا لمسنا نتيجة على الأرض. طيب برأيك الحكومة ستعود إلى عدن وفق الإجراءات والآليات التي كانت معلنة في اتفاق الرياض، أنه بعد أسبوعين من إعلان تشكيل حكومة تعود لممارسة مهامها، هل ستؤدي اليمين الدستورية في عدن؟ إن لم تعود إلى عدن
فلا مشروعية لها إطلاقا، ونستطيع أن نقول أنها آخر حكومة للجمهورية الليبنية. طيب أشكرك جزيلا أستاذ عبد السلام محمد. أعود للدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل حذيفي، إذن التقاء للمصلحة السعودية مع اليمنية، هل تبدو الأمور لك كما طرح الأستاذ عبد السلام محمد؟ دكتور فيصل، طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال بالدكتور فيصل، نعاود التواصل معه. أذهب للأستاذ صلاح السقل. أستاذ صلاح، هل ستعود الحكومة إلى عدن؟ هل ستصبح عدن خاضعة لسيطرة هذه الحكومة؟ هل سيتخلى المجلس الانتقالي عن عدن؟ لا أعتقد أن المجلس الانتقالي سيتخلى عن على الإطلاق، ولا يمكن له أن يتخلى عن بقية السياسي المغيب وبقية التسوية السياسية، لا تزال بعيدة المنع، وبالتالي لا أستغرب أن يتخلى المجلس الانتقالي عن سلاحه او عن بندقيته وتخلى والقوى الاخرى المحيطه بها تتكلم ميليشيات وتشكيلات سياسيه الحرب بكل القوى الاخرى على الناسات الشمال في صنعاء في الحديده في نار في الجو في كل. طيب اذا ما قيمه الاتفاق وعن اي نجاح نتحدث وعن طيب ما قيمه اتفاق الرياض اذا؟ اذا لن ينسحب ولن يسلم عدن. اتفاق الرياض هو مثل ما قلت لك، هو لا نعول كثيرا عليه أن يضع الحل للازمه اليمنيه والقريه الجنوبيه، فالامور معقده جدا كثيره جدا بكل السعود، ولكن ما يمكن لهذا الاتفاق ان يعمل على نجاح في الصادمات السياسيه وتتحول المعركه من الميدان الى فوق الطاوله السياسيه، وهذا مكسب للجميع. اما الجانب العسكري والشق العسكري فاعتقد انه لن يكون له اي تحقيق اكثر مما حصل اليوم. فالمجلس الانتقالي لا هو قادر ولا يمكن له ان يتنازل عن سلاحه وان يقدم اي تنازلات او يساعد الى مناطق اخرى، فالمناطق كلها موجوده، هو منتشر في كثير من المناطق خصوصا في هذه المناطق الجنوبيه، ولا يمكن بالتالي ان يسلم سلاحه ويذهب ويسلم رقبته للجهات الاخرى التي هي اصلا ما تزال متمسكه بالسلاح البندقي وما تزال تتوحد المجلس الانتقالي وتتوحد عدن بين الناس بقصه حمراء ثانيه. فالجانب العسكري والجانب الامني سيظل هكذا يراوح مكانه طالما بقي الحل السياسي المغيب، ولا يمكن حل هذا الا بهذا، اي ان التسويه السياسيه هي المدخل الاساسي والمدخل المنطقي والمدخل الفعلي والمدخل العادي لاي تسويه سياسيه، اما نقصد ونحل الجانب العسكري في ظل بقاء الجانب السياسي ما تزال. طيب الحكومه سيسمح لها بالعوده؟ الحكومه بوزرائها ال 24 ورئيس الوزراء، هل سيسمح لهم بالعوده وممارسه مهامهم من عدن؟ اعتقد انها لم تعود كامله، ولكن سيعود بعض من هؤلاء الوزراء الى عدن. للعلم والتصحيح يعني المناصفه هي يعني كيف سيعاد مثلا طيب بناء على اي معطيات تتحدث؟ انه سيسمح لبعض الوزراء فقط بالعوده الى عدن؟ على الاقل تقدير من الناحيه، اسمح لي، على الاقل من الناحيه الامنيه لا يمكن لهؤلاء الوزراء جميعهم ان يتم حمايتهم او يتم تامين سكنهم او تحركاتهم في عدن في ظل هكذا اوضاع غير مستقره كما نعرفها جميعا. هذا ناهيك عن المحافظات الاخرى التي من المنتظر ان يمروا خلالها او يتنقلوا فيما بينها، فالجانب الامني على الاقل تقدير هو حائل لعوده الجميع، سيعود ربما رئيس الحكومه والوزراء الفاعلين، اما الباقيين فلا اعتقد انهم عادوا سيعودوا، وان عادوا سيكون عودتهم مؤقته ثم ما يلبثوا ان يعودوا مره ثانيه الى الرياض كما شاهدنا من قبل. اريد ان اوضح مساله جوهريه وهي ان تعليق الامال على هذا الحكومه بانها سوف تحل السياسيه لا هي بمقدورها ان تحل هذه القضايا ولا حتى صلاحياتها ولا حتى في بنود اتفاق الرياض يسمح لها ان تتطرق الامور السياسيه على الاطلاق. لماذا؟ هل لانها لا تمثل اليمنيين ولا تمتلك قرارها، ام لانها مصادره كما يطرح البعض وانها سوى مجرد حكومه شكليه؟ اصلا تم تشكيلها انفاذا لاتفاق الرياض، اتفاق الرياض بنود واضحه محور الاتفاق عن ثلاث نقاط رئيسيه، الجانب الامني العسكري، الجانب السياسي والاقتصادي. حتى الجانب السياسي الى الان لم يستخدم، فهو فقط من الحكومه، ولكن هناك اجراءات سياسيه يجب ان تتخذ مثل اعلان المحافظين واعلان المدير العام في عموم المحافظات، وهذا الى الان لم يتم فيه ولم حتى يتم التطرق الى حد الان، بالرغم ان هذا مضمن في اتفاق الرياض.
أعود مرة ثانية وأقول أن هذه الحكومات لا يمكن التعود عليها كثيرا في السياسية. عدة مناطق بين الشمال والجنوب في المناطق السياسية هي مناطق هي المناطق الجغرافية فقط، وهذا المشكلة ليست ليست الأزمة مع الشمال هي أزمة جغرافية ولا أزمة شرقية، المشكلة هي أزمة سياسية أزمة وطنية، وبالتالي المناطق يجب كان يجب أن تكون هي حسب التصنيف السياسي وليس حسب التصنيف الجغرافي، وبالتالي الحكومة هذه لا يوجد لها أي حضور للمجلس الانتقالي ولا حتى للقوى الجنوبية المؤمنة بالقضاء الجنوبي حضورا فاعلا، فهي عبارة عن مثل ما قلت لك هي عبارة عن مدخل سياسي للمجلس الانتقالي والقضاء الجنوبي أن تطلب من خلالها على الحلم وعلى الإقليم وعلى الإشهار وأخذ الشرعية في هذه القضية والاعتراف بها بالمجتمع الإقليمي والدولي مثل ما تم الاعتراف بالحديدة. هذا هي الإطلالة التي يمكن من خلالها يصل الجنوبيين من خلالها. أما عبرها أنها ستكون تحل قضايا بهذا الحجم المعقد فهذا لا استبعاد كان فضلا عن همتها والاتفاق الذي بني على أساسه وتشكلت الحكومة لا يسمح لها أن تتطرق إلى حلول سياسية، فالحلول السياسية النهائية مثل ما قال اليوم مقترح المملكة العربية السعودية بأن هذه الحكومة ليست إلا طوطئة للتصويت السياسي الشامل القادمة في اليمن عموما. أشكرك جزيلا صلاح الصقلدي، صحفي كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث، كان معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي من تعز، ومن إسطنبول الكاتب والباحث عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات. في أمان الله.